أهلا بحضراتكم من جديد. لسه مكملين كلامنا عن المشير محمد حسين طنطاوي والذي وفاته المنية صباح اليوم. معانا طبعا سيادة اللواء نصر سالم المستشار بأكاديمية نصر العليا وأيضا الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت. سيادة اللواء حضرتك معانا؟ أيوة. طيب يعني خليني أعرف من حضرتك، يعني المشير حسين طنطاوي الحقيقة رجل خاض 4 حروب وحافظ أيضا على مصر في وقت صعب جدا، لو هنرسم صورة لملامح هذا الرجل وهذا البطل. نرسم صورة لجندي مصري شال مصر على كتافه في من محنتها لحد ما وصلت إلى بر الأمان. هو ده الإنسان المصري، هو ده الجندي المصري اللي شال مصر في 56 في 67 في حرب الاستنزاف في حرب أكتوبر لحد ما وصلها لبر الأمان لما كادت أن تفتك بها قوى مضللة بشكل يضيع كل ما أنجزته مصر. قدر هذا الرجل أن يكبح جماح جيشه ونفسه ويضغط على كل نقول ملامح الصبر لدى أي قائد وأي إنسان. يعني زي ما كنت بقول إن كان في ناس بتيجي في ميدان التحرير ويولعوا في عربية مدرعة بالجنود اللي فيها. تخيلي بقى، يعني ممكن الجند اللي شاف زميله بيتحرق قدامه لو جه ثاني يوم وشاف نفس الوجوه دي وجاية بتتحرك جنبه ممكن يعمل إيه؟ بدون أي إعلان وبدون ما حد، كانت الوحدة دي بالكامل بتتشال ويتغير ويجي ناس غيرهم ما يعرفوش حاجة عن اللي حصل خالص، بحيث إنهم ثاني يوم يقابلوا الناس بكل بشاشة وبكل ترحاب واقفين جنبهم. هو ده اللي نقل صورة الشعب المصري اللي ما عرفش الأعداء إن هم يستفزوا الجيش، إنه عشان زي ما بقول كانوا يعملوا عليه الحظر الجوي اللي كان ممكن يضيع مصر، وخاصة إن هناك من الأساطيل من كان على أوبة الاستعداد وجاهز إن تنطلق طائراته وتنطلق قواته لكي تنفذ على مصر الحظر الجوي. هذا الرجل في أصعب المواقف، وده الكلام أعلنوه الإخوان نفسهم في المجلس العسكري لما كان الإخوان في حاجة مش عاجباهم عايزين يضغطوا يعملوا العمليات بتاعتهم تفجير خطوط الغاز اللي في سيناء أو يهاجموا كمائن بواسطة العناصر الإرهابية بتاعتهم. كل هذا كان فعلا زي ما بنقول كقابض على قطعة من الجمر عشان يوصل مصر لبر الأمان. حتى لما اتعملت الانتخابات بكل حياد والشعب لما اختار قال لهم حاضر فضلوا من اخترتوه احنا هنعظمه وهنأديله تحت عسكرية واحنا معاه لحد انتم ما تاخدوا قرار. لما هو اللي نفذ قرار الشعب في انتخابه للإخوان، هو من نفذ قرار الشعب لما في كل المجالات التي وضع فيها في المسؤولية. كانت لهذا الرجل نظرة دائما في اختيار الرجال الذين حوله. احنا كنا كتير بنيجي بخبرتنا ولا ده فلان ده راجل بتاع حرب وبتاع تكتيك وبتاع وبتاع، تروح يروح يمسك الشؤون المعنويه، مش متعودين مش نفاجئ ان هذا الرجل اللي رايح الشؤون المعنويه انجز انجاز غير مسبوق ومحدش وصل للي عمله لحد دلوقتي. اذا كانت له نظره في كثير كثير جدا من القاده اللي خدموا تحت قيادته، فعلا كان مثالا للقائد ذو الرؤيه وذو الخبره رحمة الله عليه. عزائنا كل التأكيد يا فندم، يعني فقدنا رجل وقائد من طراز فريد. بنشكرك شكرا جزيلا سيادة اللواء نصر سالم المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية.